كنا عاملين مسرحيه الحادثه اللي كان عاملها اشرف عبد الباقي ده كان مشروع. ايمان انت عندك معاها قصه جامده جدا. انا عندي معاها قصص كتير كل مشاريع انا عاملها. لا بس هي بتشتكي منك انت هتفضحيني ولا ايه؟ لا 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 الموضوع ده ايمان عايزين نعرف ماشي الفضايح. كنا في سنة تالتة وكنا بنعمل مشروع مع دكتور جلال الشرقاوي مسرحية مس جوليا. فجوليا المفروض في انها في قلم بتضربه الجان. انت بتضربي السعداني بالقلم في المشهد في المسرحية. فجيت بقول للدكتور لو ينفع نعمل اي حاجة غير يعني مش عايزه اضرب القلم بخاف. قلم سينمائي مش حقيقي اللي هو بيبقى جنب الوش ده كده. فاحمد قال لي ليه وهيبقى شكله طب في البروفات اوكي بس في العرض عشان يبقى شكله حلو. فقلت انت اللي قلت لها بنفسك قلت لها اضربيني بالقلم ما اضربنيش في البروفات كل يوم اروح اتلطش اضربيني في العرض بس يعني. فعملنا العرض وفعلا اضطريت اضربه بالقلم. المهم اتخرجنا واشتغلنا مع بعض بقى في مسلسل حق مشروع الاستاذه رباب حسين اخرجه. فكان في كان اخويا وكان شخصيه شرسه جدا وصعب جدا وكل شويه يمسك اخته بقى دي غلبانه يضربها بقى بالاقلام وعلقه بقى وكده. فكان اول يوم تصوير ليا وبادئين بالمشهد ده كان المفروض انه هيضربني فيه بالقلم. انا جيت يا احمد انا بخاف من الحاجات دي وبتعب بلاش نعمل اي حاجه يعني. فقال لي لا 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 انت فاكره القلم بتاع مس جوليا لما ضربتيني؟ قلت له انا ما كنتش عايزه اضربك. قال لي لا لا اعذبك وفعلا ضربني قلم يعني راحت المستشفى. طب حصل لك ايه وشك ورم ولا حاجه؟ ورم وقعدت ثلاث ايام عندي صداع ما بصورش وتعبان كنت هعتذر. انا قلت كلمته في التليفون قلت له انا هعتذر. قال لي ليه؟ قلت له في علقه ثانيه مش هعمل ده. قال لي لا مش هضربك خلاص لا لا ليجي عليا ما بكسبش لازم. بصوا السعداني فضل شايل لها القلم بتاع المسرحيه لغايه لما جت قدامه في المسلسل وعمل فيها متقمص. طب بقول لك يا عم انا منسحبه انا موافقه. لا ما تخافيش لا بس انا عايز اقول لك العيله كلها كده. ابويا ما يقدرش يعمل حاجه. ابويا في ليالي الحلميه دخل صفي العيون المستشفى برضه فالعيله كلها. انتوا ايه يا عم انتوا ايه انتوا جايين تموت الممثلات؟ هي الحكايه وراثه. صفي العمري دي يعني بومبلاش. ابويا ضربني انا قلم شخصيه دخلني المستشفى قبل كده فتخيل صفي العيون. والله دخلت القلم وقعت على الترابيزه برضه. انت حبيبي يا احمد انت هتشوف ايه السوداء. ما تخافيش منه.